كهربا نجم النادي الاهلي ولا مش نجم النادي الاهلي؟ لا مش نجم النادي الاهلي خالص. يعني اكذب عليك؟ لا سيء في النادي الاهلي. سيء سيء جدا. هو عارف كده والجمهور مش شايف خالص. هيرجع؟ لا انتهى. كهربا انتهى. انتهى. ظلم نفسه ان هو مش من الزمالك او اصلا يعني. كابتن حسام حسن اسطوره. الاسطوره برضه اللي ما شافش حسام كلاعب يعني فاته كتير. حكايه حكايه. كان مهاجم غير طبيعي طبعا. انت كنت بتتفرج عليه طبعا. كنت بتتوهم. حكايه. كان بيجيب جول من انصاف الفرص. انا كنت بروح اتفرج عليه. كانوا بيلعبوا في الاسماعيليه وهو بيمرن المصري. كنت ما اتفرجش على الماتش. كنت اتفرج على ردود افعال الكابتن حسام وعصبيته وحماسه وروحه. انا لو بلعب معاه كنت هديت الاستاد وبنيته بسبب الحماس بتاعه. لو بلعب مع كابتن حسام حسن اعمل مستحيل. اسالك سؤال صريح وتجاوبني عليه ويا جماعه استحملوني شويه وسيبوا صوره الكابتن حسام. كابتن حسام حسن بعد لقطه التيشيرت الاحمر الشهيره اللي هو اللون الاحمر لما عمله كده لجمهور الزمالك. ما تكلمنيش على انتماء. ينفع على شخص. ماشي. ينفع يرجع الزمالك تاني ولا صعبه؟ هي حركه بص حركه ممكن اكون يعني خانوا التوفيق فيها. استفزازيه. حد شتمه. ما اعرفش ايه اللي حصل في اللقطه دي. ولكن هو كمدرب يعني يقدر جمهور الزمالك يسامحه لانه اكيد انفعل بسبب تطول عليه. احنا جمهور الزمالك ما عندناش حته التعند احنا سامحنا كارتلون. يعني من الممكن وبعنا في. انا متفق معاك. من الممكن ان يكون حسام حسن في يوم من الايام هو وابراهيم حسن ممكن على راس الجهاز الفني لنادي الزمالك مره اخرى. ممكن تتمنى ده لو موجود. انا مش مرتبط بالتالي مش هيحصل. بس انت تتمناه كشوق السعيد؟ انا بحبه كمدرب. بحبه كمدرب. على فكره حسام وابراهيم لو مسكوا الزمالك مع المجموعه اللي موجوده ديت بالروح بتاعتهم يكسروا الدنيا. حصل فعلا. انا بقول الكلام يا جماعه على مسؤوليته اهو. فعلا. وعايزين تقطعوا عليا اقطعوا عليا. حسام وابراهيم هتقولوا لي الحركه ومسك التيشيرت الاحمر لانتماءات كارتيرون مشي ورجع الزمالك. باتشيكو مشي ورجع الزمالك والكوره احتراف. حسام وابراهيم لو على الجهاز الفني في نادي الزمالك مع المجموعه اللي موجوده بالقلب والجرينتا اللي عند الجماعه دول الزمالك ياخد اي بطوله. وجهه نظري انا فعلا. وجهه نظري فعلا. انا وجهه نظري كده. فعلا. اللي بعده كابتن خالد الغندور حبيبي واخويا. شخصيه محترمه. بيتحارب برضه عشان اللي بيحب الزمالك. خلي بالك. طبعا طبعا. كابتن احمد شوبير اهو. بص له بقى براحتك اهو. انا سايب لك الصوره. هو بيعمل هو عامل ايه في شفايفه؟ هو بعمل كده؟ لا هو مبتسم. كابتن احمد شوبير مبتسم. الشاشه مش مظبطه لا بس هو كابتن احمد شوبير واحد من الاعلامي. لا اعلامي كبير. لا جدال على كابتن احمد شوبير في الاعلام. هو اعلامي كبير وذكي جدا جدا. انت بتحبه ولا ما بتحبوش بصراحه؟ اتعاملت معاه يعني ما زعلنيش يعني. غير في موقف خدت يعني حد قال عليه موقف كده وهو وكلمته وكلمني ف يعني وفهمني الصراحه. ده موقف شخصي. انما هو لما بتحبه ولا ما بتحبوش يعني انت من لا ما بحبوش عشان خاطر ميوله للاهلي. ما بتحبوش كاعلام؟ ما بحبوش ميوله. لكن هو بتقلب يعني كبير. بتقلب التلفزيون؟ ما بتفرجش عليه. لا لا. اللي بعده ما احنا جبنا يا جماعه صورته. دكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار ومن ساعه العمليه وانا صحتي بقت احسن وبقيت عارفه اتحرك اكتر وعارفه اشتغل احسن وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفه مستمره وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عمليه تحويل مسار كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول. فشكرا دكتور كريم.